حاسه ان عايزه اقول الوقت اقف اقف لما احقق اللي انا عايزاه بقى. عايزه يعني اعرف اقرا واكتب، عايزه امسك شهاده، عايزه يعني اكون نفسي. انا اتجوزت وانا عندي 17 سنه، فالحد بقى طبعا خلفت وكده، ولما اتطلقت من جوزي قبل ما يتوفى فدخلت وديت نفسي محقوق اميه، بقيت اخد يوم اجازتي واروح في الدرس. انا حلف خلاص المره لا تعلم ونصبح حره، انا حلف خلاص المره لا تعلم ونصبح حرة، وحننسى الليالي المرة والصعبة أكيد. في مشكلة إن الوقت اللي أنا كنت فيه حرة إن أنا أعلم نفسي، بقيت مسؤول عن العيال، أيتام وشغل، ولازم أنا اللي أشتغل، ولازم أنا اللي أجيب لهم. زميلة بنتي بتخش مع خشة مع أمها، فقلت لها بالله عليك خديني، وما قلتش ده خديني. فروحت قالوا لي لا ده انت لازم تيجي الصبح ولازم فتره كبيره وكده، بيت لما لقوني عيطت وافقوا. البنات حرموهم ما تحلمش البنت، كل شويه تطلع دكتوره، انت تطلع دكتوره، ما يمكن كنت طلع كوبري بين الجزيره وبين البرد، يعني زي كوبري كده. منار بدر كبير مكتبيين في قطاع المكتبات مكتبه اسكندريه. النشاط ده موجه للمبتدئين في القراءة، بس مش مبتدئين الأطفال، لا المبتدئين الكبار. وطبعا معروف ان احنا عندنا ناس كتير جدا يعني يعتبروا مبتدئين في القراءة من الكبار، فالمكتبة حابة ان هي تقدم لهم يعني فرصة ان هم يقروا في، يعني نقدر نقول في بيئة غير مدرسية. والله انا ما كنتش بعرف اقرا خالص يعني، فجت في بحر عندنا في جامع كده في مستوصف، جه واحد محو الامي دخل، وده بقيت اخش الجامع على الناس قاعده ماسكه المصحف وبتاع. انا عندي هوايه ان انا نقرا المصحف يعني. انا عندي 57 سنه، ربيت منزل وعندي بنتين وولد، فحبيت ان انا اخش نحو الاميه علشان اكمل تعليمي، ونفسي اخلص الاعداديه واخش ثانوي واكمل تعليمي، وعشان اعرف اقرا القران. بس انا المحسن بتاع قرايتي القران، انا مستديمه مع القران على طول. لا طبعا غيرها فهمت، ويبقى معايا شهاده، وقال لي ولاد بنتي يعرفوا ان انا بتعلم وبيذاكروا لي، ابن بنتي بيقعد يذاكر لي. ولا التعليم حلو، التعليم جميل. مواليد 67، عندي 54. عايزه اقرا المصحف صح. دي ما تعتبرش دراسه، دي تعتبر حاجه مكمله لمرحله محو الاميه، مجاني طبعا، ومفيش اي شروط للحضور ما عدا بس ان الواحد يكون خلص مرحله محو الاميه بس، عشان طبعا يقدر يعني يتابع، وانه هو يبقى فوق 16 سنه. ده كرنيل المكتبه، ده مجانية يعني ما خدتش مننا فلوس، وبيتجدد كل سنة يعني. بس فيه ناس مش قادرة تحصل على ده، حصلت عليه بتاعت معه أمية. ما نقولش خلاص كبرنا نتعلم وننصح غيرنا، ما نقولش خلاص كبرنا نتعلم وننصح غيرنا.